استكمالا للمسؤولين والقاده والزعماء وكده، الرئيس السادات كان اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا هو ما قالش. وكان الفتره طبعا كانت فتره تقدر تقول فتره في حكم قصيره مش طويله، رغم يعني ان رئيس السادات مرتبط اسمه بحرب اكتوبر، لكن هم 11 سنه بالنسبه لرئيس جمال عبد الناصر او بعد كده رئيس مبارك. كانت الفتره دي ما كانش فيه، كان كل الكلام طول الوقت عن الحرب والسلام بعد كده. لكن الرئيس السادات اللي قالته بعد كده السيده جان السادات الله يرحمه انه كان اهلاوي وان الاسره كانت اهلاويه. نفس اللي حصل مع الرئيس عبد الناصر في ماتش التسليح، الاهلي كان متقدم 2-1، الماتش دخل 2-2، الاهلي متقدم 2-1، فدخل واحد من الجمهور بشوكولاته للرئيس عبد الناصر بيقوله مبروك للاهلي، فعشان الناس تفهم انه الرئيس انه اهلاوي انه الرئيس اهلاوي. الزمالك اتعادل. فالرئيس سادات ما قالش، لكن قيل انه كان برضو اهلاوي.